صباح الفل، صباح النشاط والحيويه. انا جيت لكم في الجزء الثاني بتاع الاستيك او الرابر باند عشان افكركم واقول لكم احنا عملنا ليه. احنا عملناه عشان نزود المستوى شويه. احنا بنتمرن في البيت زي ما قلنا بازايز ميه او بدمبل بسيط او بحركه، فقلنا عايزين نعلي الليفل شويه. جبنا الرابر باند او الاستيك عشان نشتغل بيبقى فيه مقاومه اعلى شويه، وعملنا تمرينات للجزء العالي من الجسم الابر بودي. النهارده عايزين نشتغل على اللور بارت او اسفل الجسم، الرجلين كلها ننشطها ونقويها او نعمل فيها تمرينات عشان تبقى عندها مستوى عالي من التحمل. فاحنا هنعمل تمرينات كويسه، بس قبل ما نعمل التمرينات بتاعتنا لازم نسخن شويه. نبدا تسخين بالمارش. فاكرين مارش 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 مارش؟ قد ايه مارش؟ دقيقه اسخن بس جسمي واسخن رجليا، لان الرجل عضله كبيره محتاجه تتسخن. ما ينفعش ابدا كده مره واحده والا يبقى في مشكله. سخنا رجلين كويس قوي، نعلي شويه بقى مستوى الليفل بتاع اللعب. نعمل هاي ني. واحد دقيقة، برضو دقيقة كاملة نعمل هاي ني مع التسخين بتاعنا وبنعلي الليفل. نبدأ بقى نمسك الرابر باند بتاعنا عشان نشتغل بيه. جيب الرابر باند عشان نعمل تمرينة السكوات اللي احنا عارفينها. اوكي، حط الرابر باند في رجلي وامسك امسكه من اطرافه حسب طول كل واحد فينا. لو حد طويل هيمسكه من هنا عشان يبقى فيه مقاومه، انا مش طويل قوي فهمسكه من جوه شويه عشان يبقى فيه مقاومه. اوسع رجلي على قد عرض كتفي او ازيد شويه صغيرين، وانزل كاني بقعد لورا عشان نعمل سكوات. ده بيشغل عضلات الرجلين كلها. نبدا اوكي، بقعد لورا. واحد اثنين ثلاثه أربعة، نعمل 10 عدات ونستريح وبعدين نكرر 3 مرات، أوكي؟ طيب، في شكل تاني أو في أشكال كتيرة أوي من السكوات، فأنا محتاج أعمل شكل تاني عشان أشغل أو أزود اللود أكتر على العضلة الضامة بتاعة الرجلين. هوسع رجليا شوية كمان وأفتحها لبره شوية، أوكي؟ هعمل نفس السكوات بتاعي كأني بقعد لورا وأنزل وأطلع، أنزل واطلع، انزل واطلع، برضو اعد 10 عدات، اوكي؟ 10 عدات واستريح وبعدين اكرر ده 3 مرات. زي ما قلنا السكوات بيشغل معظم عضلات الرجلين، بيقويها. لو انا بعمل 10 عدات، لو عملت اكتر شويه 15 هيخلي تحمل رجليا افضل كتير. طيب تعالوا نعمل تمرينات تانيه برضو بالرابر باند بتاعي. انا هربطه بقى في رجليا المره دي، فشوفوا ممكن الرابطه تبقى ازاي. اوكي، انا ربطته في رجليا من تحت خلاص. كل اللي اعمله اسند على حاجه بشكل بسيط وازق رجليا لبره. ليه؟ عشان نشغل الابدكتور ماسل او الجزء عند السيدات اللي هي بيبقى فيها الجزء بتاع الجناب ده. هتساعدهم قوي لو عملوا 15 او 20 عده في حرق. الحرق بتاع المكان ده هيعلى، فهيساعدهم ان هو ينزل الدهون من عليه، طبعا مع تنظيم الاكل رقم واحد. طيب هعمل ايه؟ هزق لبره. واحد اثنين ثلاثه اربعه، اوكي؟ وبرده والعكس اعمل 10 عدات 3 مرات واعمل العكس بتاعه عشان ابقى شغلت الجنبين على قد ما اقدر. تاني ازاي؟ انا دايس على الحبل اهو، هزق لبره. واحد على قد ما اقدر، اثنين ثلاثه اربعه، اعد 10 عدات واكرر 3 مرات. وقلنا لو حد محتاج ينحت الجزء ده شويه خليه يعمل 20 عدد. طيب نعمل اخر حاجه الهيب. هسند بس على حاجه زي ما انا واقف، هلف رجليا بره واسند على حاجه بس عشان البالانس وازق لورا. هلاقي الجزء ده من العضله فيه تنشن
كويس، هبدل يمين وشمال، اعمل 10 عدات، اوكي؟ 10 عدات واكرر ده 3 مرات. معلش اوريكم تاني عشان برضو لو عايزين نفتكر ما ننساش، اهو واهو لورا لورا لورا، بزق الجلوتس دي بتبقى مشدوده جدا، اوكي؟ ما انساش يمين وشمال 10 مرات واستريح واكرر الكلام ده 3 مرات كده. انا شغلت اللور بادي بابسط حاجه في نفس الحيز اللي انا واقف فيه، ما اتحركتش. شويه تسخين في الاول، وبعد التسخين عملنا بالتمرين بالرابر باند عشان نقوي شويه اكتر من ان انا اعمل بجسمي بس بوزن جسمي. اتمنى انك يعني تكرروا ده 3 مرات في الاسبوع، هيفرق قوي في شكلكم، هيفرق قوي في شكل اللور بارت طبعا، هيفرق قوي في معدل الحرق، هيفرق قوي في تحملي ان انا اقدر امشي كتير، اعمل حركات بستخدم فيها رجلي، وهيبقى تعبي اقل كتير ان شاء الله. شكر ليكم.